برنامج محمد عبده وفنان العرب أخذ كثير ضجة مع انطلاقته. أنت مبارح خلال جولتك على أصوات المشتركين والبرنامج واللجنة، كيف بتقيم هالتجربة كفنان كبير عن فنان آخر كبير، وكمان كيف الأصوات اللي سمعتها؟ أولا مساء الخير، موفقين إن شاء الله. أنا يمكن شفت حلقة واحدة، شفت فيها مجموعة أصوات جيدة وجميلة وتستحق الحقيقة، وأنا مبسوط من من شكل البرنامج، وأنه غير مستوحى وغير مأخوذ من برامج أجنبية ومعروضة زي الباقي. يعني هي فكرة جميلة أن يكون مسمى هذا البرنامج باسم رموز من 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 مطربين العالم العربي الكبار. تجربة أنا أتصور أنها تكون تجربة جيدة وجميلة، وزي ما قلت لك في أصوات جميلة أنا شفتها البارح تستحق الدعم. وإحنا هنا كلنا أنا جيت كضيف شرف في هذه الحلقة أيضا لدعم هذه المواهب. حبيت الأصوات المشاركة؟ مش كلها، إنما في أصوات جيدة وتستحق الإعجاب. شكرا لحضرتك. أهلا بك.